السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التواضع اليوم، حكمة التواضع. لقد تعلمنا في المدرسة ونحن صغار أن السنبلة الفارغة ترفع رأسها في الحقل، وأن الممتلئة بالقمح تخفضه. فلا يتواضع إلا الكبير، ولا يتكبر إلا الحقير. يعني okulda küçükken öğrendik ki başak boş olduğunda kafası yukarıda olur. Dolu olduğunda aşağıya eğilir. Bu demek ki dolu olan başak mütevazi olur. Hafif olan kibirli ve aşağılık olur. Vesselamu aleyküm.